خلاص بقى خلاص بقى، لك طلع الفيلم من عيوني يعني. مو منطقي، اذا بيعيدوه 50 مرة احنا بنحضره، ما ضل يعني ما ضل غير نجيب اولادنا ويحضروه. ولك طبيعي، ما الفيلم رائع يعني. روقونا شباب، يعني هي تاسع مرة بنحضر فيها الفيلم، بس اخونا عمر بيحبه. مو بس عمر اللي بيحبه، اسمعوا، اذا بتقولوا لي بدكم تحضروه للمرة العاشرة يا ويلكم مني. بس بتصدق، دائما بحس حالي عم بكتشف تفاصيل جديدة بالفيلم، كأني عم بحضره لأول مرة. ولا شو رأيك أيمن؟ هاد هي مياس الفيلم. لك ليه كيف عم يتناقشوا بالفيلم للمرة الألف ليه؟ هن شخصيتين بالفيلم، بس بالواقع شخصية واحدة. البطل والبطلة تغيروا كرمال الحب وعملوا كل شيء ليدافعوا عن حبهم، بس الرجال بيضل ناطر تغير. أناني، ما همه غير حاله. لا حبيبي، أنا ما هيك قصدي. أنا قصدي إلك إنه الرجال مستحيل يتغير كرمال الحب، لأنه بكل بساطة هو عنده كتير أشغال بحياته بتشغله، عكس البنت أهم شيء بحياتها هو الحب. يعني فيكن تكملوا هالحديث بسهرية؟ شرفوا. يلا شباب عم ينادونا، يلا كفي حديثنا بسهرية. ماني رايحة، تأخرت على البيت، بعدين مالي قايلة لأمي إني جاي أحضر نفس الفيلم للمرة الألف معك. إيه طيب، بوصلك على البيت. يلا بوصلك، تعال. شرفوا، يلا شباب. يلا أخيرا. شباب، بكرة بدنا نشوف الفيلم. هو علينا.